الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى فخامة الرئيس نور سلطان نزاربايف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، وذلك في القصر الرئاسي في العاصمة أستانا في إطار زيارة الدولة الرسمية التي يقوم بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. لدى وصول جلالة الملك المفدى إلى القصر الرئاسي كان على رأس مستقبلي جلالته فخامة الرئيس الكازاخستاني الذي رحب بجلالة الملك وبزيارته التاريخية الهامة لجمهورية كازاخستان. وقد صافح جلالة الملك المفدى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين في كازاخستان، بينما صافح فخامة الرئيس الكازاخستاني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك المفدى. وجرت لجلالته مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلمان الملكي البحريني والوطني الكازاخستاني. Let's go.
بعدها استعرض جلالة الملك المفدى حرس الشرف الذي اصطف لتحيته. وبعد انتهاء مراسم الاستقبال، عقد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى اجتماعا ثنائيا مع فخامة رئيس جمهورية كازاخستان، تم خلاله استعراض مجمل العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والعمل على فتح مجالات جديدة من التعاون المشترك على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات والمستجدات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي والقضايا موضع الاهتمام المشترك. ثم عقدت جلسة المباحثات الرسمية الموسعة بين الجانبين البحريني بحضور وفدي البلدين، حيث ألقى فخامة الرئيس الكازاخستاني كلمة رحب فيها بجلالة الملك المفدى وأعضاء الوفد المرافق لجلالته بأرض كازاخستان، مؤكدا أن زيارة جلالة الملك إلى كازاخستان هي الأولى وهي زيارة ناجحة وخطوة نحو المستقبل. وقال فخامته إن هذا الوفد الرسمي الكبير المرافق لجلالتكم يدل على أن قلبكم مفتوح، ولدينا شعور جميعا بأن البلدين صديقين مقبلان على تعاون مشترك. وأضاف أنه تم في الاجتماع الثنائي مع جلالة الملك المفدى مناقشة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقال إن كازاخستان تعتبر مملكة البحرين شريكا أساسيا ومهما في الخليج، وإنه من حسن الطالع أن جمهورية كازاخستان ومملكة البحرين تحتفلان بالعيد الوطني في نفس اليوم بتاريخ 16 من ديسمبر. وأعرب فخامة الرئيس نور سلطان نزربايف عن أمله في أن يعمل البلدان سويا على تعميق وتقوية التعاون بينهما، خاصة وأن مملكة البحرين حققت نجاحات بفضل قيادة وسياسة جلالة الملك الحكيمة. وقال إن اقتصاد مملكة البحرين والمستوى المعيشي وصل إلى مستويات عالية، وتعتبر مملكة البحرين مركزا ماليا أساسيا في المنطقة، كما أن جمهورية كازاخستان من جانبها أيضا تتطور بصورة سريعة، وإن الناتج المحلي وصل إلى 220 مليار دولار، وأن لدينا كذلك برنامجا لتطوير كازاخستان 2050 وبرنامجا لتطوير التنمية الصناعية في كازاخستان أيضا. وأشار فخامة الرئيس الكازاخستاني في كلمته إلى أن زيارة جلالة الملك المفدى لكازاخستان تعطي دفعة جديدة لرفع مستوى التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب وأوسع من التعاون المشترك، وأعرب عن سعادته بوجود جلالة الملك في كازاخستان. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر فخامتكم على كلمتكم الطيبة وترحيبكم بنا وعلى دعوتكم الكريمة لزيارة جمهورية كازاخستان الشقيقة، وتقديرنا الكبير للحفاوة والتكريم الذي قوبلنا به الوفد المرافق خلال هذه الزيارة، الأمر الذي يدل على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين بلدينا وشعبينا الشقيقين. ما أكدتم عليه فخامة الرئيس من حرص على بناء علاقات متطورة مع مملكة البحرين هو محل شكرنا وتقديرنا، وهو هدفنا المشترك الذي نسعى إلى تحقيقه. نحن سعداء اليوم بالتوقيع
على كرات اتفاق مشترك بين في مختلف المجالات الدبلوماسيه والصناعيه والغذائيه والزراعيه والثقافيه، كذلك التعليميه والماليه والاستثماريه والاعلام. ذلك كله بالنظام الدراسي التكامل المنشود في كل ما من شأن خدمه دولنا وشعوبنا. وفي الجانب الاقتصادي حرصنا خلال هذه الزياره على جمع رجال الاعمال في البلدين وتشجيع الاتفاقيات الماليه والتجاريه والزراعيه والاستفاده من الفرص المتاحه في البلدين للاستثمار في القطاعات المحدده ومنها المصارف الاسلاميه. كما ندعم مشاركه الجهات الحكوميه والقطاع الخاص في معرض اكسبو